أعزائي المشاهدين، يتجدد اللقاء معكم نهاية كل أسبوع لترصد كاميرتنا أهم الأحداث والفعاليات بهدف تعريفكم على أبرز الأنشطة المحلية وتقرب لكم الأحداث بصورة تقارير مفصلة تغطي جميع هذه الفعاليات بمجهود فريق عمل يسهر على تلبية تطلعاتكم. نستهل حلقتنا لهذا اليوم بأهمية الصناعات الكويتية ومساهمتها في التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد وتحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، افتتح في قاعة البركة فندق كراون بلازا معرض اتحاد الصناعات الكويتية. وعبر سموه في تصريح عقب الافتتاح عن إعجابه بالتنظيم الجيد لمعرض الصناعات واللي تميز بالتنوع والمشاركة الشاملة لكافة القطاعات الصناعية الوطنية، مؤكدا حرص الحكومة وجديتها في تحسين بيئة التجارة والصناعة والعمل على إعداد التشريعات وإصدار القوانين والقرارات اللازمة لدفع القطاع الخاص من أجل تطوير قدرات الصناعية حتى يتبوأ بمكانته المنشودة محليا وإقليميا. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، افتتح معرض اتحاد الصناعات الكويتية كيو اكسبو 2015. حضر الحفل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من رجال الصناعة في البلاد. وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن أمله في تنظيم المزيد من هذه المعارض اللي تهدف إلى نشر الوعي بدور القطاع الخاص والتعريف بالمنتجات الوطنية والاهتمام بها وتعزيز الثقة في جودتها. تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، انطلقت فعاليات معرض اتحاد الصناعات الكويتية بدورته الثانية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. المنافسة كانت حاضرة في أروقة المعرض من خلال مشاركة 100 شركة ومصنع محلي، فيما يهدف المعرض إلى فتح الأسواق الإقليمية أمام المنتج الوطني فضلا عن دعم الصناعات الغير النفطية. راح تكون هاي فرصة وايد مهمة لنا كذلك لربما لوضع نوريهم وضع الصناعة الحالي، لأن في حوالي 100 صناعة اليوم مشاركة أو 100 مصنع مشارك اليوم، وراح نعطي صورة حية للمسؤولين للاطلاع عن كثب وين وصلت فيه الصناعة في البلد. الحكومة أكدت دعمها للقطاع الصناعي من خلال تركيز خطة التنمية على محاور دعم هذا المجال ونشر الوعي بأهميته كونه رافدا آخر للاقتصاد الوطني بعد النفط. في خطة التنمية الثانية لدولة الكويت التي بدأت من إبريل 2015، أحد السياسات المهمة والأهداف الأساسية اللي هو تطوير الصناعات الكويتية. انخفاض أسعار البترول في أسواق النفط العالمية والتحذيرات المتعاقبة من احتمالية استمرار تلك الموجة وتداعياتها على الساحة الاقتصادية العالمية هاجس يراه البعض محدود التأثير على مستقبل الصناعة المحلية. لا شك انخفاض أسعار النفط تنعكس على انخفاض الاقتصاد في العالم، في بعض الصناعات اللي فقط هي في مبيعاتها في حدود سوق الكويت ما أعتقد أنها تأثرت، لأن ما في تأثير، في طلب كبير. أما في الصناعات التصديرية فلا شك أن انخفاض الأسعار سوف تؤثر عليها، ونرجو أن لا يستمر هذا كثيرا، ولكن هذا من الطبيعي. وفيما يؤكد المراقبون على محاولات الحكومة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه مستثمري القطاع الصناعي، إلا أن مطرقة البيروقراطية لا تزال تمثل العقبة الأبرز أمام المشاريع الجديدة. تواصل وزارة التربية الاحتفال بالذكرى الأولى لتسمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني بإقامتها العديد من الاحتفاليات والفعاليات في مختلف المدارس في جميع المحافظات. ألف أهلا بالقائد الإنساني، ألف أهلا نقولها باستناني.
حرصت وزارة التربية على إحياء الذكرى الأولى لتسمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني، بغية تكريس الفكر الإنساني في نفوس أبنائنا الطلبة. احتفلت المدرسة بالذكرى السنوية الأولى لمنح سمو أمير البلاد لقب قائد العمل الإنساني. طبعا هو مفخرة للكويت ولكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، فخور بك يا قائد الإنسانية، يستحق اللقب سمو الأمير ويتشرف فيه اللقب. ومما أسعدنا وزادنا تشريف هو اختيار الكويت مركز إنساني، يعني فلتشهد لنا جميع هذه الأمم ويسجل لنا التاريخ ذلك التكريم بسطور من ذهب. فحبينا نحتفل بالمناسبة تعزيز الولاء وتعريف عيالنا وأولادنا بدور الكويت والدور اللي وصلت له واختيارها كمركز عالمي إنساني. هذا الاحتفال الذي تقيمه وزارة التربية في عدد من المدارس بهدف إبراز الدور الإنساني الذي تلعبه دولة الكويت على جميع المستويات والأصعدة، وتعريف وغرس في نفوس أبنائنا معنى المواطنة وقيم العطاء الإنساني. احتفلت وزارة التربية بمرور عام كامل على منح لقب قائد الإنسانية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والهدف من هذا كله اللي سويناه اللي هو غرس روح الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة. إن ضرورة توعية الطلبة في كل المستويات والمراحل التعليمية بما قدمه ويقدمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للإنسانية، وتكريس ذلك في نفوسهم لتظل الكويت بلد الخير والإنسانية. تحرص وزارة التربية على إعداد جيل جديد يتسلح بالثقافة والعلم والمعرفة، ومن هذا المنطلق قررت الوزارة إدخال اللغة الفرنسية في بعض المناهج الدراسية، وهو ما لاقى ترحيبا من الطلبة والقائمين على العملية التربوية على حد سواء. يقابل اهتمام وزارة التربية البارز في اعتماد اللغة الفرنسية في المناهج التربوية للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة اهتماما بالغا وترحيبا واسعا من أولياء الأمور. بالنسبة لأدخالها للغة الفرنسية رائعة، الولد الطفل لازم يتعلم، كانوا اللغة العربية لغة الأم الأصل، واللغة الإنجليزية اللي هلأ الأكثر شيء متداول، وكمان لازم اللغة الفرنسية. هلأ أهم شيء ما نهمل العربية يعني، بس أما أي شيء إضافي ممتاز. اللغة يعني فكرة ممتازة أن بلغة جديدة يتعلمون الأهل. وكذلك فإن الطلبة والطالبات فرحون بطرح وزارة التربية. عشان تصير مهارة اللغوية أحسن. إذا كبرت بك أروح لفرنسا فبعرف أحكي فرنسي معاهم. أنا حابة أتعلم الفرنسي عشان أقدر أني أزور البلدان وأقدر أني أتعامل معاهم، عشان لما يكلمني يعني حدا فرنسي بعرف كلمه أنا كمان برد عليه. المشرفون التربويون هؤلاء الذين يمضون معظم وقتهم مع الطلبة في المدارس يدعمون خطوة وزارة التربية أيضا. خطوة جديدة وإحنا حابينها، لأن أصلا متأخرة، لأن كثير من الدول الآن حتى لو كمادة نشاط أدخلت هذه اللغة لأنها لغة سهلة وممكن تعلمها أصلا عن طريق دورات قاعد يأخذونها وبسرعة تنجز وتتعلم وتتقن. يجب أن نواكب التحديات ونواكب التطورات اللي في العالم. اعتماد اللغة الفرنسية في المناهج التربوية في الكويت أمر في غاية الأهمية، فالكويت بلد مزدهر على المستوى الاقتصادي، الثقافي، العقاري والتكنولوجي، والشعب الكويتي شعب اجتماعي وسهل التعامل، يحب السفر والسياحة هوايته المفضلة. أضف إلى ذلك أن بعض العائلات تنقل أفرادها للعلاج هناك، فإن لم يكن من أجل التعلم والمعرفة فعلى الأقل للمتعة. في جميع الأحوال والظروف فإن إدخال لغة جديدة في المناهج خطوة مباركة، لأن العلم نور.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع يسعدنا أن تكون ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة منال عبدالله السميطة، موجه فني بمنطقة مبارك الكبير التعليمية. يا هلا ومرحبا فيك. بداية خلينا نتكلم عن موضوع إدخال اللغة الفرنسية في المناهج، هل تم دراسته بشكل كامل وتم تطبيقه للحين ولا للحين تم دراسته؟ احنا حاليا حابة أقول لك نبذة قصيرة عن تعليم اللغة الفرنسية في الكويت. احنا ندرس اللغة الفرنسية في الثانوية الصف الحادي عشر والثاني عشر بالقسم الأدبي، واحنا على تعاون بشكل مستمر مع الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية. والعام قمنا هني مؤتمر إقليمي على مستوى دول الخليج نتكلم عنه عن كيفية تعليم اللغة الفرنسية بطرق حديثة ومتنوعة، وكان عندنا هني في الكويت في جامعة الخليج وبحضور يعني معلمين ومسؤولين تعليم اللغة الفرنسية في دول الخليج. حضر هني معالي الوزير وافتتح المؤتمر واقترح بإدراج اللغة الفرنسية في الصف في المراحل المتقدمة. قال راح ندرج اللغة الفرنسية في مراحل متقدمة في وزارة التربية. من هني خاطب التوجيه العام للغة الفرنسية يسوي خطة عشان نعلم اللغة الفرنسية في مراحل متقدمة. على هالأساس التوجيه العام للغة الفرنسية اجتمع مع الوكيل المساعد التعليم العام واتفقوا انهم راح يعلمون اللغة الفرنسية في الصف السابع، على أساس ان الصف السابع مرحلة نوعا ما مستقرة، الطالب يكون جاي من الابتدائي منتقل الى المرحله المتوسطه، الصف السادس نوعا ما يكون متخوف، الطالب تو منتقل من مرحله لمرحله، شويه احنا نخاف على الطالب، الصف السابع نوعا ما نفسيته مستقره، نقدر نخليه يدرس لغه فرنسيه وبشكل اختياري، يعني مرتين في الاسبوع اختياري، ما راح يتاثر على درجاته، ما راح يدخل في المجموع، فما في امتحان، فما في تخوف من هذا. شنو الهدف من ادراج هذه اللغه؟ الهدف ان اولا اللغه تعتبر اللغه جواز سفر، لما الطالب يكون يمارس اكثر من لغه هذا شيء مناسب ويفتح له افاق مختلفه في المستقبل. بعدين احنا لما قلنا اللغه ياخذها بشكل يعني بصفوف متقدمه، احنا الحين لما ندرسها في الصف الحادي عشر والثاني عشر في المرحله الثانويه الطالب يطلع عندنا مستوى في الإطار الأوروبي قسموا اللغة مستويات، فيكون مستوى واحد بداية المستوى الثاني. لما احنا نبلش ندرس اللغة الفرنسية في مراحل متقدمة المتوسط راح نوصل بالطالب بالثانوية المستوى الرابع، يعني نوعا ما أهله يدخل الجامعة. وحاليا تتوجه وزارة التعليم العالي فتحت آفاق جديدة في الجمهورية الفرنسية، ممكن يدرس تخصصات متنوعة مختلفة، مو شرط لازم لغة فرنسية أو أدب فرنسي، ممكن يكمل دراسته في مجالات ثانية، وهم هذا يعطي نوع من الثقافة ويقوي شوية مستوانا. طيب ما مدى تقبل أولياء الأمور والطلبة وحتى المعلمين في إدراج هذه اللغة؟ بالبداية أول ما أعلن وزير التربية الموضوع أن اقتراحه أن ندرج اللغة الفرنسية في مراحل متقدمة، الكل انتقد يعني هالفكرة أول ما طلع الخبر، بس الحين نلاحظ شيء صار العكس، السنة هذا بلشنا لاحظنا أن الطلبة جدا يعني مستعدين وحابين يتعلمون، وصار عندنا يعني بالفصل من 26 28 طالب حاب يتعلم لغة فرنسية، وإحنا يعني وفرنا لهم كل المفروض نوفره مثل معلمين، سوينا لهم مع الملحق الثقافي الفرنسي، سوينا دورات من العام، والسنة هذه هم كملنا وياهم. ويبنى مناهج فرنسية تناسب مستوى طلبتنا، وإن شاء الله الله يوفقنا يا رب. طيب هل عندنا كوادر وطنية كافية ولا راح نحتاج أن نستعين من معلمات وافدات من برا؟ حاليا احنا نستعين في معلمات وافدات، بس الهدف من هالبرنامج أن احنا نزيد عدد الكويتيين في هذا المجال عشان لما نحتاجهم يصيروا معلمين احنا قاعد نجهزهم حق سوق العمل. فالحين احنا هاي الهدف ان احنا نوفر كوادر وطنيه في المستقبل تكون كويتيه تعلم اللغه الفرنسيه. طيب في فرق بتقبل دخول اللغه للمناهج من قبل المحافظات؟ يعني مثلا اقول محافظه العاصمه في لها تقبل اكثر من مبارك الكبير او العكس؟ ما احنا في الميدان حاليا نزلنا وزرنا يعني بعض المدارس نلاحظ انه ما في اختلاف، بالعكس الجهره صار عندهم ضغط قاعد يطلبون وايد بعد يعني، ففي كل المناطق صاير الطلب كبير على الفرنسي، وهذا الشيء يعني اسعدنا وافرحنا يعني.
استاذه منال سميط كل الشكر لك لوجودك معنا، اسعدنا وجودك معنا في الاستديو. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم. أكدت الإدارة المركزية للإحصاء أن الإحصاءات الرسمية تشكل رافد أساسي لعملية التخطيط والتنمية، وتساعد صناع القرار على وضع الأرقام في جوهر عملية صناعة السياسات، بما يقود إلى سياسات مستنيرة تأثر على حياة الملايين. جاء ذلك بمناسبة احتفال الإدارة باليوم العالمي للإحصاء، ويحمل هذا العام شعار بيانات أفضل من أجل حياة أفضل. مما لا شك فيه أن البيانات والمؤشرات الرسمية باتت تشكل حجر الزاوية في عملية التخطيط وصناعة القرار، لذا رأت الأمم المتحدة تخصيص يوم للاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، والذي احتفلت به دولة الكويت ممثلة بالإدارة المركزية للإحصاء. الأهمية تكمن بأنها أهمية دولية، الاهتمام ما عاد اهتمامات إقليمية محلية، أصبح اهتمام باليوم العالمي للإحصاء اهتمام دولي، نظراً لإطلاق الأمم المتحدة من عام 2000 الأهداف الإنمائية المشتركة لجميع دول العالم، وبالتالي هذه الأهداف الإنمائية بحاجة إلى قاعدة بيانات مشتركة قادرة على قياس التقدم في التنمية على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليمي، وأيضاً قابلة للمقارنات الدولية. الإدارة المركزية حريصة على إنجاح العمليات الإحصائية المختلفة، وذلك من خلال تسريع عمليات الربط الآلي وتوفير البيانات اللازمة. وحاليا قاعدين نحاول ان احنا نسوي ربط آلي ما بين كل الجهات اللي تزودنا بالإحصاءات، على اساس انه يصير تتسهل لنا وصول البيانات حق الإدارة المركزية للإحصاءات، الإحصاء باعتبارها هي المرجع الأساسي، فالتحليل والتصنيف للإحصاءات يكون في الإدارة المركزية للإحصاء من خلال الجهات اللي حوالينا، ففي ربط آلي حاليا ان شاء الله راح ننتهي منه لتسهيل عملية تزويد البيانات. توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة ذات الجودة العالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء. يعني الأهمية قصوى، وأنتم مثل ما بتعرفوا أنه من 25 ل 27 سبتمبر كان في مؤتمر القمة العالمي، ويلي هي أقروا فيها دول العالم 17 هدف للتنمية. لنقدر نحن نقيس تنفيذ هيدي الأهداف على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، يجب أن يكون عندنا إحصاءات جيدة وعلمية وموثوقة، ومن هون أهمية الإحصاء. الاحتفال بهذه المناسبة يكمن في أهمية الإحصاءات كأداة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يهدف إلى تعميق وتعزيز الوعي العام بأهمية العمل الذي يقوم به الإحصائيون. تستعد الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية لتطبيق قانون الربط الآلي للإقامة بصلاحية جواز السفر، من خلال حملة إعلانية واسعة تقوم فيها بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وعليه يتوجب على كل مقيم في البلد التأكد من مدة صلاحية جواز سفره قبل البدء بتنفيذ القانون، على ألا تقل صلاحية الجواز عن سنة أو أكثر. سمعت قبل كده بس ما عنديش خلفية عن الموضوع ده، مثلا موضوع جواز السفر. القانون في حد ذاته كويس، ليه؟ لأنه بيخلي الإنسان يهتم بالأوراق، لأن في بعض الناس بتنتهي جوازهم مش عارف عنه حاجة، مش بيدري عنه شيء. كويس، لازم يعني يكون الجواز صالح عشان الإقامة تبقى صالحة. هذه بعض ردود الأفعال حول قانون الربط الآلي بين صلاحية الإقامة وصلاحية جواز السفر. هذا القانون الذي ستطبقه الإدارة العامة لشؤون الإقامة فعليا اعتبارا من الأول من يناير 2016. راح يكون في ربط يعني في الحاسب الآلي، أن ما يقبل أي إقامة تزيد عن صلاحية جواز السفر. بالنسبة للوافدين اللي حيدخل الكويت تصدر له سمة الدخول حتى في بداية السنة الجديدة، أن اشترطنا أن يكون في جواز سفره مدة لا تقل عن سنتين. في السياق عينه، فإن استبدال ملصق الإقامة الحالي على جواز السفر ببطاقة أو هوية إقامة منفصلة مقترح جديد آخر سيخفف الكثير من المساوئ التي كانت تحدث سابقا.
تسمى رخصة إقامة، بطاقة رخصة إقامة أو بطاقة أو هوية إقامة، يعني مهما كان مسماها. فهذه تتضمن أنه تعتبر هي الإقامة بديلا عن الملصق الحالي، وبالتالي تطلب في كافة الدوائر الرسمية. وفي حين يسأل الكثيرون عن تعديل رسوم الإقامة، تؤكد الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن القيادة العليا في وزارة الداخلية ستحدد هذه التعديلات قريبا. اقترحنا على الوزارة أن يتم رفع هذه الرسوم إلى حد معقول، يعني طبعا هي لم تتضح معالمها بعد، يعني احنا رفعنا بعض الاقتراحات أن تكون بدل 10 دنانير تكون 20 دينار رسم إقامة لكل سنة، لكن يبقى الوزارة لها نظرة أخرى وراح تناقش، تأخذ نقاش مطول في الوزارة ومشاركتنا معاهم إن شاء الله. الإدارة العامة لشؤون الإقامة تعمل جادة لتحديث وتطوير وتسهيل جميع المعاملات القانونية الخاصة بشؤون إقامة الأجنبي وغيرها. عقد الاجتماع التشاوري الإقليمي لدول الخليج العربية واليمن حول مبادرة المدارس الخضراء كمدخل للتعليم نحو التنمية المستدامة لتعزيز القيم الإيجابية للطلبة حول المسائل البيئية. إن الأمال والتطلعات باتت معقودة اليوم على جيل الناشئة من أبنائها، فخير استثمار يمكن أن نبحث عنه هو الاستثمار في عقولهم وحمايتهم من آفات الأفكار السلبية الهدامة. وما المدارس الخضراء إلا ركيزة أساسية ينطلق منها أبناؤنا نحو تعزيز فكرة التنمية المستدامة، وهي أساس الاجتماع التشاوري الإقليمي لدول الخليج العربي والذي عقد في دولة الكويت. هذا الاجتماع الامتداد للكثير من المؤتمرات اللي حصلت، وأيضا امتداد لبرامج تنموية المعروضة من قبل وزارة التربية لبرنامج الدولة فيما يتعلق بالبيئة الخضراء في مدرسنا. مبادرة المدارس الخضراء هي ترجمة صادقة لتطلعات دولة الكويت التي تحرص على أن تكون في طليعة الدول الساعية إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة عبر جميع مؤسساتها، وعلى رأسها مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي. فلتأينا أن تكون هذه المبرة من أجل الأعمال اللي فيها منفعة للمجتمع من ناحية المعرفة ومن ناحية تمكين الوعي في دولة الكويت واستجلاب الخبرات والتعاون مع المؤسسات الدولية. ومن هذه الأنشطة اليوم ثاني نشاط للمبرة الحمد لله، وعلى مستوى إقليمي مع مؤسسة كبيرة مثل اليونسكو. القضايا البيئية باتت تتصدر هذه الأونة خطة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، والتي تعمل اليونسكو حاليا على تفعيلها عبر مدارسها المنتشرة. للمدارس الخضراء أهمية كبيرة في خطة اليونسكو التي تعمل من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة والقضايا البيئية، جزء مهم جدا من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولنوصل هذه المعلومات للنشء لابد من إيصالها عبر العملية التربوية. قام وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي بافتتاح جناح المرحوم شيخان الفارسي بعد تجديده وجناح التصوير البوزيتروني وقسم المختبرات الجديد في مستشفى الأمراض الصدرية ضمن خطة الوزارة للتوسع في المرافق الطبية في البلد. ثلاثة افتتاحات شهدتها وزارة الصحة اليوم في مستشفى الأمراض الصدرية التي تتفق مع استراتيجية وبرامج الوزارة للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، في مقدمتها أمراض القلب التي تحتل المرتبة الأولى بين الأسباب الرئيسية للوفيات في دولة الكويت.
نقوم بافتتاح تجديد جناح جديد تحت تبرع المرحوم الشيخان الفارسي. وايضا في هذا يعني الصدد نود ان نشكر اسره الشيخان الفارسي لمشاركتهم الاجتماعيه والمدنيه مع وزاره الصحه لاحياء هذه المشاريع الصحيه. الجناح سعته 27 سرير، راعينا فيه تطبيق معايير امن وسلامه المرضى ومعايير من العدوى، في يشمل على غرفتين للمرضى المحتاجين العزل، بالإضافة إلى غرفة للعناية المركزة. وزارة الصحة تسعى إلى التوسع بالمراكز التخصصية لمرضى القلب وتقديم خدمة علاجية نوعية لهذه الفئة عبر برامج وطنية، بالإضافة إلى إبرامها لعدة اتفاقيات دولية للاستفادة من الخبرات العالمية. دخلنا التدخل السريع في مرضى القلب للجلطات، هذا مما يخفف من المضاعفات اللي ممكن تصيب المرضى في هذا المجال. نجحنا ايضا في ان احنا اللي اقصده في التدخل السريع ان يكون هناك نوع من سرعه اتخاذ القرار في هذا المجال. أقيمت صيانة جدرية لقسم المختبرات الجديد الذي فاقت تكلفته الإجمالية 500 ألف دينار، وتقع تحت مظلته العديد من الوحدات، بالإضافة إلى افتتاح جناح للتصوير البوزيتروني. التصوير البوزيتروني هذا جهاز في الطب النووي يستخدمونه لفحص حالة عضلة القلب، اللي طبعا يساعد طبيب القلب في اتخاذ القرار لعمل قسطرة او عدم عمل قسطرة. تكريم اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابقين كان عنوان الحفل اللي اقيم برعاية وحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح، واللي أشاد في كلمة أثناء الحفل بجهود الهيئة في تطوير قطاع الشباب والرياضة في البلد. هي رسالة شكر وامتنان لما قدموه في خدمة الشباب والرياضة، هذا ما عبر عنه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح خلال حفل تكريم أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابقين. الأخوات والأخوة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابقين على جهودهم الحيرة الكبيرة التي بذلت لوضع أسس لتطوير قطاع الشباب والرياضة في دولتنا القادمة الكويت. حينما تحملتم المسؤولية كان هناك العديد من العثرات والعديد من الصعوبات التي تواجه العمل الشبابي والعمل الرياضي، وقام المجلس الإدارة بجهود جبارة لتطوير المؤسسي بهذا العمل المهم. وأشاد أيضا وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بقطاع الشباب في الهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى الجهود التي بذلت من أجل تطوير قطاع الشباب والرياضة داخل الكويت على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم خلال العمل. تميزوا حقيقة بالإبداع والفكر والمثابرة والاستماعات الدائمة والأفكار المستنيرة دائما، ومعاونتي حقيقة في إدارة الجهاز التنفيذي وزملائي نواب المدير العام. أحب أختصر الكلمة بأني استمتعت في هذه الفترة من أشخاص ذوي خبرة مميزين في الفكر والعطاء والمهنية العالية على الصعيد القانوني أو الرياضي الفني الإداري ما يتمتعون به من خبرة. كان مؤطرا بجدية وحرص وأمانة من الجميع دون استثناء. حصيلته كانت تعبر بصدق عن حسن اختيارك لمكونات مجلس الإدارة. مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور الأحمد الجابر الصباح أكد أيضا خلال الحفل أن الهيئة ومجلس إدارتها الحالي
سيقدمون مساهمات مستقبلية من أجل تطوير الرياضة في الكويت من خلال إعادة الهيكلة وتطوير الأنظمة واللوائح داخل الهيئة من أجل تطوير الرياضة لتخدم كافة شباب الكويت. سجل الكنز المكنون مجلد يجسد قصة نجاح جناح دولة الكويت في معرض إكسبو ميلانو 2015. السجل دشن صدوره المفوض العام لجناح دولة الكويت فيصل المتلقم وكبير مهندسي الشركة العالمية المنفذة للمشروع. كان جناح الكويت في إكسبو ميلانو العالمي على موعد اليوم مع مناسبة تذكارية في تاريخه، مناسبة مولد سجل الكنز المكنون. سجل الكنز المكنون مجلد يجسد قصة نجاح الجناح، وقد دشن صدوره المفوض العام فيصل المتلقم وكبير مهندسي الشركة العالمية منفذة المشروع ديتمار. في البداية نشكر شركة نوزلي والقائمين وسيد الرئيس شركة نوزلي بوجوده اليوم معنا، وأيضا مستر ديتمار مدير المشروع على هذا الجهد الطيب ما قاموا به توثيق مرحلة كانت طويلة من سنوات منذ توقيع عقد جناح دولة الكويت، واستمر العمل لغاية هذا اليوم باقي لختام إكسبو ميلانو أقل من 20 يوم. هذا التوثيق يؤكد عمل فرق ومجهود وزارات ومؤسسات وأيضا مجهود من قام على هذا العمل، وهذا التوثيق يؤكد على حرص هذه الشركة القائمة على هذا المشروع بتوثيق عملها منذ بداية المشروع والتنفيذ والعمل ليلا نهارا خلال فترة لإبراز وأظهار هذا الجناح بهذا الشكل التصميم الجميل الذي استقطب عدد كبير من الزوار. كتاب رائع للغاية، ونقول للكويت إنه لدينا وسيكون هناك، وخلال الأسبوعين القادمين جناح ناجح للكويت في إكسبو عام 2015. أشكر وزارة الإعلام وأشكر القائمين على المعرض وأشكر الكويت قيادة وشعبا. وافق المجلس البلدي في أول جلساته لدور انعقاد الحالي على رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتكليف بلدية الكويت إطلاق اسم صباح الأول على الدائر الأول، ثم انتخب المجلس أعضاء اللجان ووافق على تقليص أعضاء اللجنة الفنية إلى 9 أعضاء فقط. بعد عطلته الصيفية عاد المجلس البلدي إلى عقد جلساته لمناقشة أعماله لدور الانعقاد 11، ووافق على الرغبة الأميرية بإطلاق اسم صباح الأول على الدائر الأول. من المواضيع المهمة اللي ناقشنا اليوم الموافقة على أمر حضرة صاحب السمو بإطلاق اسم الشيخ صباح الأول على الدائر الأول، وأيضا هناك عدة مواضيع كانت في لجنة العاصمة
اللي مثلا منها كان الاقتراح موافقة على الاقتراح المقدم من الزميل العضو أسامة العتيبي بالتسقيف شارع عبد الله السالم والشارع الجديد بالأسقف الخشبية كما هو قائم في منطقة المباركية. وكان طبعا من أهم المشاريع اليوم المعروضة هي الأمر السامي لحضرة صاحب السمو بتسمية طريق الدائر الأول باسم الشيخ صباح الأول، وقد طبعا تمثلت هذه التسمية بالمباركة المجلس وتنفيذا للقرار السامي. المجلس انتخب أعضاء اللجان لدور الانعقاد الحالي ووافق بالتصويت على تقليص أعداد أعضاء اللجنة الفنية إلى 9 أعضاء. تقدمت مقترح لتقليص عدد اللجنة الفنية، أنا تقدمت فيه شخصيا لأن للأمانة كانت في أمور سابقة رأينا فيها أن بالتقليص يتم تعدي الأخطاء اللي كانت موجودة، لأن ما كان في نصاب 14 عضو في اللجنة الفنية، كان نصابها 8 أعضاء. كنا نتوقع أن يكون هناك تضافر الجهود حول تحقيق خطة التنمية والإسراع فيها دون الدخول في أمور لأول مرة في تاريخ المجلس البلدي يتم اليوم تعديل اللائحة الذي يثير علامة الاستفهام والشكوك حول الغاية من تعديل بعض اللجان وتقليص أعدادها لفئة معينة، يجعلنا نتساءل ما هو السبب في ذلك. حقيقة تمت الموافقة على تقليص الأعضاء اللجنة الفنية وبناء على بعض الآراء القانونية اللي حقيقة قد يكون فيها علامات استفهام في هذا التوجه، ولكن حقيقة يعني مشوا الأخوة في هذا الاتجاه بأن يعني يتم الموافقة على التقليص 9 أعضاء في اللجنة الفنية بدلا من 14. تشكيل رؤساء اللجان والمقررين سيكون في أول اجتماع لهم، أما اللجنة الفنية لم يطرأ تغيير على عدد أعضائها 14 لحين موافقة وزير البلدية على تقليص العدد. قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن هناك فراغ تشريعي لمن يريد ممارسة العمل الإعلامي المهني المتخصص، وخلال الحلقة النقاشية الخاصة بمشروع قانون الإعلام الإلكتروني واللي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أكد الشيخ سلمان الحمود أن القوانين والتشريعات القائمة حاليا لا ترخص لإعلام إلكتروني مهني، ويجب عدم الخلط بين الإعلام الإلكتروني المهني وبين الإعلام الخاص أو الشخصي، فالإعلام الإلكتروني يضع مظلة أوسع لتفهم الدور الإعلامي. دور الإعلام الإلكتروني وما يلعبه هذا الإعلام من شعبية وأصبح محورا هاما في الحياة المعاصرة والثورة التكنولوجية والاتصالات، كان هذا أحد محاور الحلقة النقاشية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني والذي أقامته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحفيين الكويتية وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى. العمل الإعلامي المهني التخصصي، وأرجو في هذا الجانب أن نحدد أن القوانين القائمة والتشريعات القائمة حالياً لا ترخص لإعلام إلكتروني مهني، وبالتالي لابد أن نحفظ حقوق من يريد أن يكون مؤسسة إعلامية مهنية ذات أهداف واضحة وتنظر للمستقبل في التطور وفي تقدم. أنا أعتقد القانون الإعلام الإلكتروني يضع مظلة أوسع في تفهم الدور الإعلامي الذي يستوجب في بعض الأحيان أن يكون هناك هامش أكبر من الحرية، فالتعامل معه في الصفة الإعلامية أفضل كثير من التعامل معه في الصفة الجزائية. الإعلام الإلكتروني هو نمط إعلامي جديد ازداد شعبية وأهمية مع دخول عصر الفضاء المفتوح، وأضحى محورا هاما للحياة المعاصرة لما له من أهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة وشغله حيزا واسعا على الساحة الإعلامية في الكويت. لأن بواعث الحكومة أو بواعث وزارة الإعلام
في إصدار مثل هذا التشريع أو إصدار مثل هذا المشروع بالقانون إلى الآن في طور أن يكون مشروع قانون؟ أعتقد لأن مثل ما أنتم عارفين يعني التطور التكنولوجي والإلكتروني والترميز الرقمي في الفترة الأخيرة يعني أصبح أمر لابد من تنظيم كل مجال ممكن أن يكون في مدخل من هذا الجانب. هذا القانون الذي جاء لينظم الفضاء الإعلامي الإلكتروني المهني، هذا مشروع القانون جاء ليقدم المساعدات اللوجستية والخدمات لمستخدمي الإعلام المهني الإلكتروني. مشروع القانون هذا جاء ليقدم معلومة صحيحة موثوقة المصدر. مشروع قانون الإعلام الإلكتروني لا يشمل أبدا الحسابات الشخصية، ونحن في وزارة الإعلام نسعى دائما وأبدا لأن نقدم المشاريع التي تحمي المجتمع وتصون الأمن الاجتماعي وتحمي نسيجنا الاجتماعي والوطني. الهدف الأساسي هو أنه يتم تسليط الأضواء على بنود هذا القانون، قانون جديد، قانون الحقيقة مثار جدل كبير وخاصة في الصحافة الإلكترونية. الكثيرين يرون أن هذا القانون لم يأخذ بعين الاعتبار رأيهم ولا مصالحهم. إتاحت الفرصة لمناقشة أحد أهم المواضيع المطروحة اليوم على الساحة السياسية والمتمثلة بقانون الإعلام الإلكتروني، نظرا لما يحتل هذا الموضوع من أهمية سواء على الصعيد وجود فراغ تشريعي من جهة أو على الصعيد الاستخدام الواسع لهذه التقنية. لا شك من الضروري أن يكون هناك عمل تنظيمي للإعلام الإلكتروني وأن ترعى فيه المواد الدستورية التي كفلها الدستور، وإننا نأسف على أن الكثير من المواقع الإلكترونية تعدت نطاق صلاحياتها وأثقلت قضايا كاهل المحاكم بسبب كثرتها من دون أن نغفل القصور القانوني والفراغ الغيابي والغياب التشريعي الذي أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الإلكترونية في المحاكم الكويتية وأضحت بحاجة إلى تشريع ناظم لها. هذه الحلقة النقاشية شارك فيها مسؤولون قياديون من وزارة الإعلام وأيضا عضو من مجلس الأمة ومستشارون من جمعية الصحفيين الكويتية، إضافة إلى أعضاء من هيئة التدريس، وذلك للنقاش والوقوف على مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الجديد. ضمن حملة قدم إقرارك نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل شاركت فيها مختلف جهات الدولة لحث الخاضعين تحت أحكام القانون لتقديم إقرار الذمة المالية، وسلطت الندوة الأضواء على آلية عمل الهيئة وكيفية تعبئة نماذج إقرار الذمة المالية وبيان نصوص العقوبات على الممتنعين من تقديم ذمتهم المالية. في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على الموظف العام وتحصينه من التشكيك في ذمته المالية، أطلقت اليوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل ضمن حملة قدم إقرارك. الورشة ناقشت دور الهيئة في تحقيق المزيد من الرقابة بالإضافة إلى الكشف عن طريقة تعبئة نماذج إقرار الذمة المالية. الغرض من تواجدنا اليوم معكم هو تقديم شرح مفصل عن الهيئة ومهامها تحت أحكام القانون الخاص بإنشائها منذ سنة 2012. سنتحدث في شكل مفصل عن برنامج إقرارات الذمة المالية. المادة الثانية من أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد حددت الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية، ومنها على سبيل المثال إلى الحصر أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المجالس والهيئات العامة. حملة قدم إقرارك اللي أطلقتها الهيئة في أكتوبر لقاية إن شاء الله 3/2016 هو حملة مكثفة هدفها توعية وتحفيز الخاضعين لإحكام القانون حسب المادة الثانية من القانون 20/2012. الخاضعين طبعا فئات كثيرة حددها القانون بدءا من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس البلدي والقياديون، مدراء إدارات في الجهات الحكومية، أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية والأندية والجمعيات التعاونية. الحملة التي تنتهي بنهاية مارس من العام المقبل كشفت عن عدد من العقوبات تصل إلى حد العزل عن الوظيفة للمخالفين لبنود القانون والمتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية. ممكن الخاضع عنده مدة محددة من القانون
الإقرار الأول إذا كان على رأس عمل قبل نشر اللائحة التنفيذية راح تنتهي هذه المهلة في نهاية 3/2016، بعدها يتم متابعة من لم يقدم إقراره وتحيله الهيئة بعد إنذاره طبعا تحيله إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات الواردة بالمادة 45 من القانون. تصل العقوبات من القرامات إلى أقصى مدى اللي هو العزل من الوظيفة. وفيما أكدت الهيئة على سرية المعلومات والإفصاحات التي يقدمها المشمولون في القانون، أشارت إلى أن الذمة المالية تشمل أي نوع من الأصول أو الممتلكات سواء كانت أموال أو أوراق مالية أو تجارية، وكذلك القيم الثابتة المنقولة المادية والمعنوية. شوط طويل قطعته دولة الكويت للحد من انتشار مرض هشاشة العظام حسب ما أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتور محمد الخشتي، وفي كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام واللي نظمته الرابطة الكويتية لهشاشة العظام، أوضح الخشتي أن الإحصائيات الأولية أظهرت أن نسبة الإصابة عند السيدات بلغت 30% فيما بلغت عند الرجال 20%، الأمر اللي يدفع بالمؤسسات الحكومية والأهلية للمشاركة في زيادة الوعي حول المرض وكيفية علاجه وتفادي مضاعفاته. اخدم عظامك لتصبح أقوى شعار أطلقته الرابطة الكويتية لهشاشة العظام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف 20 أكتوبر. وسنقوم بإعطاء العديد من المحاضرات المبسطة للجمهور الكريم تختص بجوانب عديدة من مرض هشاشة العظام. الهدف من ذلك هو ما رفعته المؤسسة الدولية للهشاشة شعار اخدم عظامك لتصبح أقوى، فإن شاء الله نبين لهم كيف تستطيع أن تخدم عظامك لتصبح أقوى. فهؤلاء تجتمعوا الحمد لله في تنظيم هذا الفعالية الذي راح يكون فيها عبارة عن معرض طبي يبين فيه الأمور أو الشركات أو الرعايات اللي تعني في هشاشة العظام لمحاولة منع حدوثها أو معالجة المشاكل التي تنتج عنها. ايضا هناك جهات تقوم بعمل فحوصات واطباء متخصصين في هشاشة العظام يقدمون استشارات طبيه للجمهور. الاحتفال تضمن محاضرات ومعرض كيوم توعوي مفتوح يبين دور الرعايه الصحيه الاوليه في الكشف المبكر لمن لديهم خطوره في الاصابه بمرض الهشاشه. قمنا بعمل بروتوكول علاج ووقائي موحد لجميع الأطباء في الرعاية الصحية الأولية، تم إدخاله في الحاسب الآلي في وزارة الصحة وتم تطبيقه وأدخلنا الأدوية، وذلك من منطلق أن وجود أطباء عائلة لتطبيق الجودة الشاملة في الرعاية الصحية الأولية. إن شاء الله حيبقى دورنا تقديم التوعية الصحية لكافة الحضور، وكمان إن شاء الله في برشورات بنرعى دايما إن هي تكون على أحدث مستوى وفيها آخر إحصائيات علشان ينتشر الوعي في المجتمع. مرض هشاشة العظام أحد الأمراض المزمنة يستهدف شريحة كبيرة في الكويت خاصة بعد سن 50 عام، فيجب مواجهته ضمن خطط مكافحة الأمراض. نأتي وإياكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم بإذن الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة ومواضيع منوعة أخرى. نشكركم على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لفقرات برنامجنا، نودعكم إلى لقاء قريب بإذن الله، تفضلوا بقبول تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.